دخلت الناس قصرت كل الحواجز بيني وبينهم، فبقوا حاسين ان هم ليهم حق فيا، فاهمه قصدي؟ يعني اللي هو في ناس بتغلط بتعمل حاجات في المداري، لكن عشان السبوت انا بتكلم في كل حاجه وبقول كل حاجه وبتكلم في كل حاجه بصراحه، فهم دخلوا بقى ابتدوا يقولوا وجهات نظرهم فيا وفي حاجتي، يعني فاهمه قصدي؟ فاللي هو مثلا ايه، لما خسيت لبست حاجات قصيره شويه مش عارفه ايه، فرحانه بنفسي. بس بصي اسمح، احنا بما انك بقى بتحبي الجمهور يخش معاكي في كل التفاصيل، احنا لايف دلوقتي، واللي عاوز يسال اسمى شريف منير اي سؤال يلا اسالوني. يتفضل. هي برج الحمل متهور شديد التهور شديدة، بخش كده فاهم بصدري عادي. يعني مش هقول ما بتفكر، بتفكر بس الحمد لله. لا ما بفكرش بمشي ورا احساسي دايما. طيب في نفس الاطار، ايه اكتر حاجه عملتيها وبصراحه، او يعني طلعتي فيها لايف على السوشيال ميديا او كانت فيها بصراحه مع الجمهور وندمتي انك عملتي كده؟ ان انا اتكلمت في الدين او يعني في المنطقه دي، ما كانش مفروض ان انا اتكلم في حاجه انا مش ملمه مش مؤهله ليها، مش مؤهله خالص خالص، ما كنتش يعني عشان بقى داخله كده في كل حاجه بتكلم فيها، فحصل موقف ما كانش لطيف ان انا اتهورت او اتعاملت مع الموضوع بشكل كان لازم افكر وتعلمت. يعني هي طبعا حاجه صعبه بس علمتني كتير. احترمي عليه جدا جدا جدا. طب والصوره؟ اني صوره؟ انت كنت نشرتي صوره لزوجك السكري طليقي اصلا. انا سمعت اشاعات ان الميه هترجع لمجاريها وانكم في كلام. كلموني قالوا لي كده، ما شفتش بصراحه ان حد قال حاجه. وانت نزلتي الصوره من هنا واتنظرته؟ لا لا خالص، لا ده من زمان قوي، احنا بقى لنا 6 سنين سايبين بعض بس هي الفكره انه احنا انا منفصله عن ابو بنتي بقى لنا 6 سنين. ايوه بس احنا علاقتنا فيها تحضر، اخترنا ان احنا ما ندخلش بنتنا في مشاكل كفايه اللي هي عدت بيه، فمش هنقعد بقى كمان نبقى احنا بقى بنصغر دماغنا ونتخانق ونعمل والكلام ده. اصل الناس قالوا لما نشرتي صوره شخصيه ليك انت وهو فاتحسدته فاتطلقته. لا 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 لا، ده من 6 سنين الناس عارفه ده. يعني ممكن يبقى حسد نوع تاني. هي ناس قالت ان احتمال المايه ترجع لمجاريها، فلما نزلتي الصوره الدنيا باظت. هي اصلا المايه لمجاريها في اللذاذه جدا، يعني احنا علاقتنا اصحاب جدا اصلا، متحضره وراقيه جدا، احنا اصلا كنا اصحاب، فما كانش ينفع. والدليل اهو. بالظبط، ده اليوم بتاع السبورتس دي بتاع بنتي. فتجربه الطلاق صعبه جدا على علينا احنا شخصيا ككبار، فتخيلي بقى كمان لطفله. صحيح. فكنا حاسين انه لازم ان ما تبقاش الموضوع عامل كده، فدايما في اول يوم مدرسه بنوصلها مع بعض، في كل الحاجات اللي ليها علاقه بالمدرسه احنا مع بعض على اتصال دايم، عشان تعرفي برضو الولاد لما بيحصل طلاق بيبقوا عايزين يلعبوا على الناحيتين عشان يدلعوا براحتهم. وبعدين دايما اقولها هم ما كانش ليهم ذنب ان احنا نختار بعض، فما بقاش كمان ايه نشيلهم ذنب ان احنا اتطلقنا ومش طايقين بعض. بالزبط. هو يعني كفايه عليهم. عشان كده انا دي من ضمن الحاجات اللي هي فكره التنميه البشريه او الحاجات اللي بتكلم فيها، انه ازاي علاقتنا بالناس مش لازم نبقى وحشين. يعني مش لازم ابقى الشخص اللي احنا سيبنا بعض ده لازم يبقى وحش ونتكلم على بعض ونرفع قضايا ونعمل. حد فيكم فكر يكرر التجربه؟ انا قررتها. قررتها ولسه عندي امل. تالتة دبتة ان شاء الله. على فكره احنا لو اشرار عايشين في امل هنستغلك اسوء استغلال. بس احنا مش اشرار. لا لا، لا مش اشرار. اللي انت بتتكلمي فيه، احنا بنتكلم مع الستات. صحيح. وده دوري ان انا الحاجات اللي بعدي بيها التجارب دي افيد بيها الناس التانية. صحيح.